Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today I'm going to demonstrate a few of the tune patterns or maqamat used in recitation from the beginning of Surah Al-Muzammil. So I'll recite the first few ayahs of Surah Al-Muzammil in a few of the different tune patterns. And the purpose, of course, is for you to learn to differentiate between one tune pattern and another so you can begin to incorporate the tune pattern into your own recitation. So I'll begin the first one in Maqam Bayati. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. حجاز. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. صبا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. سيكا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. نهاوند. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. Take care. السلام عليكم ورحمة الله.